أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء الأحد معنا النهاردة بإذن الله عز وجل حل واجب المحاضرة رقم 10. المحاضرة اللي معانا الواجب بتاعها مهم جدا، وما زلنا بننصح ولادنا لازم نهتم بسمع الواجب. احنا إن شاء الله ننزله بإذن الله برضو لكل الناس إن كان على الصفحة أو الجروب. الواجب اللي معانا النهاردة فيه أسئلة نحو كتيرة جدا، في قطعتين للبلاغة معنا، في نص متحرر، فنرجو ان اخواننا يخلي بالهم كده ان شاء الله ويتابعونا باذن الله. نبدا كده ان شاء الله باذن الله باسئله النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. بسم الله توكلت على الله. حبيبي اول سؤال بيقول دايما لو حد واخد باله احنا بنعمل ايه. احنا مثلا خدنا درس اسمه المره والهيئه، اما بنعمل واجب بنجيب النحو من اوله وفي الاخر تلاقي بختم باسم المره والهيئه، يعني دايما بنذكر الطلبة بالأسئلة السابقة. فممكن سيادتك تلاقي مثلا في سؤال مكرر عادي جدا جدا، السؤال المكرر بيأكد لي معلومة الناس بفكرك، فده إن شاء الله بإذن الله أخواننا يخلي بالهم. أولا علماؤنا أمراؤنا في كل تقدم أدخل إن. طيب أما ندخل إن، إحنا كنا أشرنا لأولادنا الشباب في حاجة مهمة جدا ليه. إيش يا أخواننا؟ رجاء لما يكون سؤال زي كده حاول انك انت تحل في ذهنك ليه. العين ممكن تخدعنا. احنا كنا قلنا دي الهمزة اللي قصتها مشهورة معنا يا اخوانا، لو ان الهمزة مرفوعة يعني لو الكلمة مرفوعة تبقى الهمزة على الواو، لو كانت منصوبة تبقى على السطر، لو كانت مجرورة تبقى على النبرة، لو في جر تبقى على النبرة. هو بقول ان، طيب المفترض ان بتنصب، انا بحل مع نفسي يا رجالة يعني سات يبقى ان بتنصب وبترفع. انا بحل مع نفسي عشان ما اتلخبطش بالمثال ده رخم يتوه، فانا بدور بالراحه فين الكلمه اللي فيها همزه على السطر ادور. دي لا، يبقى على طول بقوم شاطب يا ولاد براحتك. دي صح اول حته صح. طب وفين الخبر بتاعها مرفوع خبر ان، يبقى دي على الواو، تبقى دي الاجابه الصح بهذه الصوره يا اخوانا. لكن ما ينفعش ان علماءنا، لا ده كده مجروره لما تبقى على النبر يا اولادي يا بناتي، يبقى ده الجر غلط. اول حاجه لو ان الاولى غلط خلاص بتشيل كله. طب ان علماء انا امراء انا، تبدا الاولى صح بس الثانيه غلط يا اولاد. ليه يا انسات؟ لان ان بتنصب وبترفع، خلي بالك ماشي. فالمثال ده نخلي بالنا كويس منه. يبقى الاجابه الصح ولادنا وبناتنا ان علماء انا امراؤنا. ودايما الله يبارك فيك انا عايزك تسمع كده بهدوء واحده واحده. المثال الثاني قلناه مرارا وتكرارا، يا ابنائنا يا احبائنا، اما نجيب الواو مع الرجاله بتبقى واو جماعه والميزان الصرف ناقص، يفعون او تفعون. طب لو كان جمع الانسات او مع السيدات اسمها عندنا يا اخواننا نون النسوه، بتبقى الواو اصليه والميزان الصرفي بيكون كامل. طيب شوف نوع الواو، بقول لك الرجال يسمون، انت حل مع نفسك دول رجاله تبقى دي واو جماعه، يعني أنا مع نفسي كده بالراحة بحل مع نفسي ما بصش لاختيارات. إيه دول نساء؟ تبقى دي واو أصلية وبراحتي خالص خالص، أدي الواو أصلية. أبدأ أدور في الإجابة الصح، خلي بالك لو واحدة صح والتانية غلط أشطب، لازم الاتنين يكونوا صح. نبص بيقول لي واو أصلية، أقول له آسف المثال ده غلط. طيب بيقول لي واو أصلية، آسف ده غلط، يبقى كده أنا خلصت من ألف وجيم، طلعوا بره المنافسة. طب الرجال يسموا واو جماعة، دي صح ماشي، بس ده بيقول النساء واو جماعة، لا دي غلط خلاص، يبقى دي برضه طلع بره المنافسة علشان في واحدة صح والتانية غلط. لكن دي واو جماعة صح ودي واو أصلية صح. فبننصح ولادنا وبناتنا ما نستعجلش، كاتب إجابة عندنا رقم دال واو جماعة كما ترى. طيب بعده حبيبي كده من فضلكم السؤال رقم 3، حافظ على الوقت وإلا تندم. أكيد إخواننا الأنسات والشباب عرفوا أن لما أنت بتحل واجب كأنك أنت بتراجع منهج. قلنا أن في حاجة اسمها ألا وإلا. ألا أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، ها؟ إلا أداة شرط بنسميه الشرط المنفي. إلا تذاكر تندم، لو ما ذاكرتش تندم. وكنا أشرنا إشارة مهمة جدا، أسلوب الشرط الذي حذف فعله، أطع ربك وإلا تخسر. هنا حافظ على الوقت وإلا تندم،
السؤال: هل هذا فعل مضارع مجزوم بالسكون؟ نشوف كده. طب ده فعل مضارع منصوب؟ لا طبعا، ده الا دي ادى الشرط وده جواب الشرط، وفعل الشرط محذوف. حبايب عارفين الكلام ده، الا تفعل تندم. ولذلك خلي بالكم الحاجه مهمه جدا، ده مجزوم عشان في جواب الشرط. طب ده فعل مضارع مرفوع بالضمه؟ طبعا لا، استحاله يكون ده فعل مضارع مرفوع. طب ده فعل مضارع مجزوم بحذف النون؟ لا يا رجاله انسات، لا ده فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط يا اولادي، لان فعل الشرط محذوف، والا تفعل تندم، لو ما عملتش او لو ما حفظتش على الوقت تندم. تبقى الاجابه عندنا نمره جيم. بعده بنو مصر. طيب اما نجيب التعجب، انا بتعجب بسيط ما افعله. حبيبي عارفين ان ما افعله المتعجب منه بيكون مفعول به، بس هو جايب ملحق من ملحقات جمع المذكر السالم. طيب لما اجيب بقى التعجب، تبقى اي اجابه صحيحه معانا يا اولاد لو شفنا كده مع بعض حبايبي. هل اقول ما اعظم بنو اسف؟ ليه؟ لان المتعجب منه مفعول به، يبقى اذن الف طلع بره المنافسه. ما اعظم بنون؟ لا اسف، يبقى نمره جيم طلع بره المنافسه. طيب بص بقى، ما اعظم بنين؟ لا تطلع بره المنافسه. ليه؟ ما هي جايه منصوبه. لا يا دكتوره، انت نسيت ان النون بتحذف الإضافة، يبقى ازاي بني مصر؟ لا يبقى الصاحبة ما أعظم بني مصر، كدي الإجابة الصح. خلي بالكم إن قضي الله يبارك فيكم. أدي يا حبيبي أول صفحة معنا، ننتقل ونكمل كده. السؤال رقم حضراتكم 5، دي صورة غريبة وشاذة كانت موجودة في امتحان تاني ثانوي العام الماضي. الاختصاص يا حبيبي احنا عارفين بيجي معرف بالألف واللام، زي نحن المسلمين، نحن المؤمنين كده يعني. أو ساعات يجي مثلا معرب بالإضافة، كان تقول نحن بني مصر أو مهندس المشروع. الغريب أحيانا بيأتي نكر وحال شاذ، أو إننا مسلمين وقبطة يد واحدة. أنا عايز منك خدمة صغيرة، أما هذا دايما الاختصاص بيكون زيادة. لو قلت هكذا إننا يد واحدة، إن حرف ناسخ، أنا اسم إن، يد خبر إن يا أبنائي مرفوع بالضم يا أنسات، واحدا عاد، فده مفعول به منصوب على الاختصاص. وعلامة النصب الياء، الواو حرف عطف قبطا معطف منصوب. إننا مسلمين وقبطا يد واحدة، هذا أسلوب اختصاص. ولذلك لما تلاقي الإجابة خبر إن مرفوع بالواو، إزاي مرفوع بالواو أصلا فيها؟ فدي طلع بره المنافسة يا أبنائي. اسم إن؟ لا طبعا، ده هذا ده اسم إن النا الضمير يا أولادي. مفعول به منصوب بالياء على الاختصاص، نعم دي الإجابة الصح أكيد. مضاف إليه نعتذر، إجابة خاطئة، كان الصواب نمرة ب. امدح ذي الأخلاق. المشكلة في هذا المثال سخيف، محتاج إلى طالب دقيق الإبصار. شوف بقى، ذي دي أسماء 5، وأنا أرجو أن أولادي وبناتي خلي بالهم ربنا يفرح الكل. دي ذو أستاذ الفاضلة، دي ذا، دي ذي يا أبنائي، دي الله يعزكم، دي الأسماء 5 تختلف عن ملحقات جمع المذكر السالم ذو والنصب والجر، يبقى ذوي. تعال نشوف المخصوص بيتقلب مبتدأ مؤخر. شوف الإجابة الصح حبيبي هكذا، عفوا، نعم رجل. إيه ده استحالة يكون التلميذ كده يا أولادي خالص، لا يبقى دي طلع بره المنافسة يا أبنائي. طيب بص حبيبي كده، من فضل حضراتكم، هل نعم رجلا صح بس عمل حركة سخيفة، ذا آسف كعبلك، دايما المبتدأ بيكون مرفوع، يبقى الصح يكون ذو. طب نعم رجلا ذوي آسف، كانت الإجابة الصائبة يا ابنائي اللي هي حبيبي الشباب، نعم رجلا ذو، الله يبارك فيكم، خلي بالكم من نفسكم. الاختيار ما هوش نظام سهل، نعم فعل ماضي جامد، ورجلا تمييز منصوب علامة النصب الفتحة، ذو مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الواو، أسماء 5، والأخلاق مضاف إليه. أقدر المتقن واجباته. انتقلنا على الإعمال، أعرب ما تحت خط. الناس الشاطرة عارفة أنا لما بجيب الإعمال بعمل إيه؟ بتخيل المشتق إن فعل مضارع، حولها جملة فعلية. ده اسم فاعل معرب بالألف واللام يعمل بلا شرط. أقدر الذي يتقن. طيب أحبائي، هو مين اللي بيتقن؟
هو بيتقن مين؟ واجباته مفعول به. بس يا ترى هل مفعول به جاية سهلة ولا فيها كده شيء من التفكير؟ نشوف الاختيارات. فاعل مرفوع بالضمة، لا دي طلع بره المنافسة خلاص. عمر المعمول ما جي بالمنظر ده، أقدر يتقن واجباته مفعول به، مضاف إليه استحالة. جات اللعبة هنا، ولدنا وبناتنا بهذا الشكل، مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به منصوب بالكسرة. طبعا يا ما قلنا في محاضرات عديدة لولدنا وبناتنا أن المتعجب منه، أو عفوا أن جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. فأرجو نخلي بالنا، الثقة مطلوبة بس ما تزيدش شوية. هذا مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة، الإجابة سليمة علشان ده جمع مؤنث سالم. أحبائي نكمل. المريض سميع نصائح الطبيب أمس. هنا مشكلة كبيرة بننصح بها أولادنا، نخلي بالنا من نفسنا. إحنا قلنا في شرط إعمال اسم الفاعل واسم المفعول وصياغ المبالغ، بهدوء كده وبالراحة، إذا جه نكر لازم يكون للحال أو الاستقبال. طيب أمس على طول ما تفكرش مضاف إليه، لأن خلاص بطل الإعمال بقى مضاف إلى معموله، ولهذا كلمة نصائح تبقى مضاف إليه تنجرب الكسر على طول هكذا. ليه بس كده؟ إحنا قلنا إذا كان المشتق معرب بالألف واللام يعمل بلا شرط، أما إن جه نكر يكون منون. خلي بالكم يا ولد، منون ويدل على الحاضر أو المستقبل، ويسبق إما بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو يأتي منادى أو يأتي حال. بعدي حضركم، المعلم جذاب أسلوبه الطلابة وماله. المشتق اللي معاه جذاب، ردت آنسة شطرة قالت تمن عندي المعلم، بقول لها أنت كلامك مظبوط بس أنت نسيتي، وأنت نسيت أن المشتق إذا دل على ذات بستبعده، هو اسم فاعل بس يستبعد. ليه في الإعمال؟ شرط الإعمال أن يدل على حدث. ندي مثال بسيط جدا، لو قلت وقف المعلم يشرح الدرس ما ينفعش، غير وقف المعلم طلابه، يعلم هو طلابه. زي ما ادينا المثال مرة واتنين وقلنا حضر الطالب إلى الفصل، غير كلمة حضر الطالب علما، لازم حدث. جذاب أسلوبه الطلاب، الطالب المتفوق بيشيل كلمة جذاب، نخلي جملة فعلة وبرحت خلص. نجي نفسك من الاختياري، يجذب أسلوبه الطلاب، صارت بدون تفكير فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة. شوف الاختياري، هل مضاف إليه؟ لا لا لا، كلام مستبعد. طب هل نائب فاعل؟ لا، ده يعمل اسم المفعول ونائب فاعل يا ولادي. هل مفعول به؟ لا يا فندم، هنا فاعل، يبقى الإجابة المعلم يجذب أسلوبه الطلاب، يعني يجذب أسلوب المعلم الطلاب، مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. الأم معطاءة بنيها رحمة. هنا لعبت لعبة جامدة. اللعبة هنا يا بنتي يا ابني، خلي بالكم، جايب لي ملحق من ملحقات جمع المذكر السالم. يا ريت تسمعني بعناية، المسألة بقت عاوزة تدقيق مش عادي، لأن ضغطك يا التكة دي بالدرجة. فربنا يحفظكم جميعا. خلي بالكم، بنين في آنسات شطرة، وطلبة ممتازة، دي ملحقات جمع المذكر السالم. طب ده كلمة معطاءة دي صيغة مبالغة، نكرة منونة، نعم، سبق بمبتدأ سبب الإعمال، يبقى الأم تعطي. تعطي هي الفاعل مستتر، بنيها مفعول به أول، منصوب بالياء يا ولادي. ليه بالياء يا مستر؟ الإجابة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رحمة هذه قدام سعادتك، إن جاءت ابن وبنتي هذا مفعول به ثاني. للمرة الثانية معلش خلي بالك وانت بتجاوب، شوف كده الإجابة عاملة ازاي يا ولدي. هل مفعول به أول؟ منصوب بالفتح. هو خلي بالك من حاجة آنسة، إن هو مفعول به أول بس مش منصوب بالفتحة. طيب هل مفعول به ثاني؟ لا، ده التنهو يا فن. إذن هذا خطأ وهذا خطأ، مفعول به أول منصوب بالياء، هي دي يا ابني. خلي بالك يا حبايبي، ماشي، يبقى الإجابة الصح رقم ب. معنا هذا المثال الجميل جدا، بولي بقى، المخلص مستجاب. لو سألتك سؤال كده ورد عليه، هي مستجاب اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ أجاب الطالب الشاطر قال لا اسم مفعول. ليه؟ لأن مستجيب هي الاسم فاعل ضم وكسر، لكن مستجاب. طيب معمول اسم المفعول بيكون نائب فاعل، هي رسم الهمزة. لو هي منصوبة على السطر، لو مرفوعة على الواو
لو هي مجروحة النبرة هل مستجاب دعائهم؟ نعتذر، آسف، ما ينفعش. طب ينفع دعائه؟ نعتذر. دعوتيه؟ لا نعتذر. احنا طبعا عملنا تعديل عشان لما اجي لك ايه الواجب يا اخوانا. دعوتيه لا. أصاب أبناء وبناتي مستجاب دعائه. طب ليه انت صممت على كلمة دعائه؟ ما لازم افهم، لان اللي كان في همزة وفي مرفوعة بتبقى يا اخوانا كما ترى على الواو. الإجابة حبيبي بتبقى الكلمة بهذه الصورة مستجاب دعائه. يعطي المثال ده خطير جدا، هنقف عند شوية. بص من فضلك كده حبيبي، بيقول يعطي الوالد أبناءه جهده. عندما نأتي من الفعل اللي هو يعطي عاوزين اسم مفعول. بالله عليك أنا أحله قبل الشرع. لو انطلب من سيادتك أنك أنت تجيب اسم مفعول، بالله عليك أول عملية جراحية لو في فاعل يتشال. يعطي الوالد، طيب نعتذر هنشيل الوالد خلاص. يلا اهو يا فندم يعطي. احنا قلنا لو اي فعل مضارع مبدوء بياء مضمومه يو يبقى غير ثلاثي. الله يبارك فيك. طيب احنا عاوزين اسم المفعول من يعطي، والله قلنا بيكتب بطريقتين. المعطى الميم عليها ضم والفتح، وان جبته نكره بص بعمل ايه يا ولادي؟ معطن. ها حلو كده يا ولادي، هنجيبه نكره. حلو، هقوم قال كده الكلمه قدامك ادي معطن ونشكل بهذه الصوره حبيبي. بس عايز اقول الكلمه يا دكتور ان كده غير عامله. ليه يا مستر؟ فين سبب الاعمال؟ هل سبق بنفي او استفهام او مبتدا او موصوف؟ رد بنت متفوقه قالت لا استنى يا مدرس، قلت لها عيني، قالت ما تقول معطين. لا يا دكتوره، لا حازم رحافين ده اسم فاعل، مؤدن اسم فاعل، والمراجعه اللي شغاله هذا الاسبوع مهمه جدا. طيب معطن خلاص، يبقى اللي بعدها هي بتاعت ابناء اهي. يبقى نحط الهمزه يا ولد اهي. معطن ابناؤه. الله، انت ليه يا مستر حطيت ابناؤه؟ مش نائب فاعل يا بنت ولا ايه؟ مش ده اسم المفعول لو بيه فعل بينصب مفعولين، بناخد الاول نائب فعل والتاني مفعول بثاني جهده بهذه الصوره. شوف قد ايه مثال مرهق يا ولدي، مثال مرهق. خلي بالكم يا حبايبي، ضم الاول فتح ما قبل الاخر. بالله عليك المثال ده خطير جدا جدا، لو جالنا في امتحان هيسبب ازمه كبيره. معطن يؤدي مؤدا. خلي بالنا يا حبايبي، الاول نائب فعل مرفوع بالضمه، رسم الهمزه يا بنتي يا ابني، ودي جهده مفعول به ثاني. شوف كده الاجابه، يعني بص معطن الوالد ازاي انت سايب الفعل كده، اديك صفر على طول. معطن دي صح، بس ابنائه متاسف. الله، ليه متاسف يا دكتوره؟ مش احنا قلنا لكل حبايبي لو كان مرفوع يبقى الواو، ازاي معطن ابنائه؟ طبعا لا، معطن ابنائه هي ده الصح يا رجاله. معطن اسم فاعل، كانت الاجابه الصواب معطن ابنائه. أبناؤه ليه يا مستر؟ الإجابة نائب فاعل مرفوع بالضمة. تعالى كده معايا من فضلك نكمل مع بعض حبيبنا الشباب ونقول تقدم اللاعب في السباق. المثال ده جميل جميل، بيفكرني بصياغة اسم التفضيل. احنا كنا قلنا لحبيبي اسم التفضيل لو جاء أكثر من ثلاثة الفعل، لو الفعل أكثر من ثلاثة نأتي باسم تفضيل مساعد ونكمل بمصدر صريح يعرب تمييز. يعني بعمل مقص كده، لو حد فيك تقدم يا دكتور واللاعب يا دكتور، بس كده أقوم قايل الكلمة تبقى بهذه الصورة اللاعب. الله يبارك فيك، ابن وبنت، اللاعب أشد. واوعى تنسى تشكل، محدش أحسن منك. أنت مش هتكتب بقى، أنت هتختار بس أشد تقدما. هكذا الكلمة تأتي بهذه الصورة حبايبنا، أشد تقدما. يعني بص انتصر الحق، الحق أشد انتصارا. خلي بالك، ابدأ كده معنا، شوف الإجابة تبقى ازاي ولادي وبناتي. اللاعب تقدم، لا 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 بعيدة خالص. اللاعب متقدم، استحالة ده اسم فاعل. طيب اللاعب يتقدم، بعيد خالص. الصح اللاعب أشد تقدما. رقم 14، نعم في اسم التفضيل قلت لك ازاي تميز اللي ورا اسم التفضيل، مؤن تمييز ولا مضاف إليه؟ مين فاكر الحل رقم 3؟ قلنا لو كان الجنس واحد تبقى مضاف إليه،
دولتنا أعظم دولة، مدرستنا أفضل مدرسة، فاطمة أفضل طالبة. خلي بالك، فعايز أقول كلمة مين؟ حكم اسم التفضيل. دي الحالة ثلاثة، نكرة مضافة النكرة، نكرة أضيفت إلى نكرة. ده مش تمييز عشان ده من جنس ده يا أولادي. رد طالب متفوق قال لي يا مستر، قلت له عيني، قال لي ما تجيبها تمييز، عيني أقول لك كده هكذا. مدرستنا أشد شهرة، فاطمة أكثر خبرة، مش زي بعض. فالحالة ثلاثة، يبقى ده على طول بيلزم الإفراد والتذكير. ما أشجع الأسد، والأسد أشجع، المثال ده مهم، ده فعل ماضي يا أبنائي، مبني على الفتح، فعل التعجب. ها بص، أشجع المبتدأ والخبر، هنا فعل ماضي لكنها خبر. طيب اللي اختار ده مش حلو، لأول وهلة لخبط، فاحنا عاوزين تعتمد على المذاكرة. هنا أشجع ده فعل ماضي وده خبر، تبقى الإجابة عندنا يا إخواننا رقم ب، هي الصواب إن شاء الله. بعده عندنا المثال رقم 16، اتخذت السيارة مسارا. نوع المشتق مسار، برافو عليك، اسم مكان على وزن مفعل. هنا برضو بنذكر ولادنا، قلنا لو كان أجوف من فاكر بنجيب المضارع، لو جه بالواو وقف ألف، زي زار يزور مزار، ودار يدور مدار، ولو بالألف نام نام منام، بالياء بات يبيت مبيت مبيع، ويبقى مفعل لو كان بالألف مفعل. الإجابة الصواب. 17، إن المجتمع يسعى لتذليل العقبات. المجتمع ده اسم مكان، وأنا قلت لولادي وبناتي الله يحفظكم جميعا، لو دلع الدولة والبلد مكان من غير الثلاثي ما تقولش اسم مفعول. اسم المرة، كده بقى دخلنا في واجب الملزمة، بقى في الواجب التطبيق اللي في البوكلت على درس اسم المرة اللي أخذناه خير مرة. نرجو أن إخواننا يخلي بالهم، لأن في طلبة كتير للأسف متأخرين ومش واخدين بالهم من موضوع الوقت. خلي بالكم يا حبايبي، الله يبارك فيكم، خاصة بعد ما القصة تم إقرارها خلاص، فالمنهج تقل، يعني المسألة بقى شزار، يا اللي انت ما ذاكرتش اسم المرة اسمع مني. اسم المرة قلنا بيجي من الثلاثي على وزن من الثلاثي من فاكر، فا فا فعل، الفاء على فتحة والعين سكون ما بنهزرش، ما تنفعش فعل، فا فا فعل، ضرب لطمة دعوة هكذا. فطبعا تأتي على وزن فعل. حبايبي خلي بالكم، يشهد الله أتقل وحدة تانية تتم النحو كله بقى بسيط. بص فعلة، فعلة آسف ده اسم الهيئة بتاعت فعلة، غلط دي. فعلة زي كلمة قبلة، آسف فعيلة، لا الإجابة فعلة. اسم المرة من غير الثلاثي، من حضر معنا نأتي بالمصدر، فاكر انت تحفظ فيها، فإذا لم يكن به تاء أضف التاء وجري يا معدن نوضح، ولو كان في تاء حط كلمة إيه واحدة. يبقى الإجابة الصح بيكون عندي بفتح فعلة من غير الثلاثي، آسف يا إيه دي فعلة، إزاي بقولك من غير الثلاثي، قلنا بنجيب المصدر زي كلمة أحسن، فاكر أنت المصدر ولادي إحسان أو إحسان، هل به تاء يا بنات؟ لا حط التاء يا دكتورة، إحسان زي أنكر إنكار الإنكارة، ها زي انطلق انطلق الانطلاق. فإذا كان من غير الثلاثي أتينا بالمصدر، إذا لم يكن به تاء أضف التاء. وطبعا ارجع المحاضرة أفضنا فيها إفاضة واسعة. الإجابة الصح بزيادة تاء على مصدره إذا لم يكن به تاء. طيب حبيبي اهدأ ثم فكر ونكمل. اسم المرة من اللي فيه تاء بنحط كلمة إيه واحدة، قلت بيجي، هو بيجي إمتى المؤنث؟ مع الفعل الأجوف والناقص، أعان إعانة، كده مش مرة لكن إعانة واحدة، ويبقى تحط اي كلمه غير واحده يا حب قلبي الله يبارك، الدرس مهم. يبقى امتى تحط واحده؟ لو كان اجوف، اطاع اطاعه كده مصدر، اطاعه واحده كده بقى مره، ربى تربيه كده مصدر لكن تربيه واحده هي اسم المره، يبقى كلمه واحده بتنقلني من درس المصدر الى اسم المره هكذا. الاجابه اسم المره من الفعل اللي فيه تاء، قلنا هكذا الاجابه الصح ناتي بالمصدر مختوم بكلمة واحدة، زي ما قلنا كلمة أدي أعانة
المصدر ايه يا حبيبي اللي معاه؟ اعان، اعانه كده مصدر رباعي. انت عاوز سيادتك تجيب اسم المره، اصبت الهدف، يبقى الكلمه بهذه الصوره بنت وابني، لازم اطلع اعانه واحده. خلي بالكم يا شباب، لو حد من ولادي طلع اعانه بس صفر، لازم اعانه واحده، تضحيه واحده، اهانه واحده. بعده انطلق، عاوزين نجيب من انطلق اسم المره. قلنا لو غير الثلاثي بنعمل ايه؟ ناتي بالمصدر، اذا لم يكن به تاء اضف التاء واجري، وان جاء بتاء حط واحده. مين فاكر قلت لك امتى المصدر يجي مذكر؟ لو جاء من فعل صحيح. انطلق صحيح، ده الغالب يعني، يبقى انطلاق مذكر، حط التاء واجري، انطلق اللعب انطلاق. واوعى تجيب وراه نعت او مضاف اليه علشان ما يختلطش باسم الهيئه. الله يبارك لك، قعدت احفظك في الحصه، هتحفظت من الشرح. يبقى الصح انطلق انطلاقا، اسف ده مصدر خماسي لسه والله. واحده اصلا انا مش عاوز واحده لان المصدر جاي مذكر اصلا، ده طبعا كلمه غلط. انطلق انطلاقا، نعم صح. انطلاقه دي توديني في حته تانية خالص، قعدت انبه الناس عليه، توديك اسم الهيئه. يبقى انطلق اللعب انطلاقه. اسم المره من احسن مذكر، احسن احسان، يستوجب التاء بس احسانه، انما واحده لا، واحده مع الاجوف فوق نقص. طب وحده وماله؟ وحده هي كم حرف كلمه وحده ابنائي وبناتي؟ اربع حروف، تبقى الكلمه وحده توحيد. الله يعزك يا ابني، الله يبارك فيك، ده مذكر يعوز التاء بس. انا ما نهزرش معاكم، ان قلت توحيده واحده خدنا صفر. كلمه واحده ما بتتقالش كده اعتباطا. انا لو جبت لك فعل عادي ما هوش اجوف ولا ناقص ما تحطش واحده، انما دي وحده توحيد، تبقى توحيده. زي حطم تحطيم، تحطيما، كسر تكسير، تكسيرا، يبقى توحيده هي الصواب. بعده عندي ستك اسم مره من استخرج، او الفعل ليس في حرف عله يا اولاد. ايه المصدر من كلمه استخرج ابناء وبنات؟ استخراجا. او يا شباب ادي استخرج، هل في تاء؟ لا، حط التاء وانصرف، الله يبارك فيك، هتبقى الكلمه قدام سعادتك استخراجا. واحده غلط يا ولدي، الله يبارك فيكم، حل الواجب بياكد الدرس. ليه بقى ما حطيتش واحده؟ المصدر جاي مذكر. ها خلي بالنا، بص يبقى الصح استخراجا، واحده غلط. ما تحطش ورا اسم المره من غير الثلاثي لا نعت ولا مضاف اليه، والا تروح درس اسم الهيئه، غلط يا ولدي. بعده يبقى الصح استخراج يا شباب. بعده عاوزين بص، واحده مما يلي ليست اسم مره، يعني في ثلاث جمل اسم مره، ثلاث جمل اسم مره من الثلاثي بيجي على وزن فعل، ضرب، لطمه، اكل، افتكر اسم المره. شوف كده، ركع المصلي ركعه، لا دي فعله تمشي معايا، دي اسم مره، لا دي صح. كبر المصلي تكبير وحط التاء تكبير، لا دي صح. جلست هكذا جي 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 جلسه، لا ده دي هيئه، استني بقى شويه كده، ده دي هيئه. اكلت اكله يبقى دي مره، هو ايه؟ واحده مش مره، اللي هي كلمه جلسه دي هيئه، وزن فعل اللي حضر الحصه معانا يا اولاد. يبقى ركعه وكلمه تكبيره من غير الثلاثي واكله، ده بنسميه اسم المره. اما طبعا الجمله اللي هي مش صح او اللي هي مش تبع للسؤال اللي هي رقم ج، جلسة المتواضع. اسم الهيئة من اكل حبيبي، الله يبارك فيكم، احنا كنا اشترطنا شرط، اسم الهيئة من الثلاثي او من غير الثلاثي. من الثلاثي في فعلا، ولازم يوراه يا اما نعت يا مضاف اليه. والله ما تنسى، اسم الهيئة من الثلاثي على وزن فعلا، اكلت اكلة وشربت شربة، بالله عليك كمل، أكلت إكلة الجوعان أو إكلة خفيفة، شربت شربة الظمآن أو شربة باردة، الله يبارك لك، لا تنسى حتى لو من غير الثلاثي. أقول هكذا، انتصر الحق أو انتصرت انتصار الأمير، هات وراء أي نعت أو كما قلنا مضاف إليه. فبص يا فندم، اسم الهيئة من أكل، أكلت الطعام أكلة، لا 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 لا، أكلة دي فعلة ما تنفعش يا أبنائي. أكلت الطعام إكلة الجوعان تمشي، أهي إكلة وجاب ورقة مضاف إليه، أكلت إكلة سريعة، عشان كده كانت التالتة والتانية هي الصح. ليه يا أولادي؟ فعلة ورقة مضاف إليه، ها شربت
الماء شربة الظمأ أو شربة مثلا باردة، هنا أكلت طعم إكلة سريعة. فكانت الإجابة إن التانية صح والتالتة صح، لكن الأولى فعلا ما تنفعش يا ابني. بعد اسم الهيئة من هفا، الهيئة لازم وراه، والله تحفظ يا ابني، احفظ يا انس، لازم وراه يا اما مضاف اليه يا اما نعت. واجمل حاجه في النحو الهدوء بالراحه. بص، هفا الخطيب هفوة، لا 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 دي بره السباق على طول، هفوة دي فعلة، لكن هفا الخطيب هفوة خفيفة تمشي، هفا الخطيب هفوة المتعجل مضاف اليه تمشي. كانت التانية والتالتة هي الإجابة الصائبة. بعده أبناء كده الشباب بيقول اسم الهيئة من هجم، عايز الهيئة يا إخواننا، لو أنت مشكلتش مش هتاخد درجة. بالمناسبة الحمد لله بقى كله خلاص إيه بيلك جاهز، أنت بتختار بس، بس لازم وراها يا إما نعت يا مضاف إليه، نخلي بالنا ولادنا وبناتنا. هجم جيشنا على العدو هجمة الأسود، آدي صح. طب هجمت على العدو هججج، لا 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 لا، ده فعلة دي يا دكتورة اسم مرة ما تنفعنيش، يبقى دي غلط. هجمت على العدو هجمة شرسة، صح الأولى والثالثة. نشد، عاوزين هيئة نشدة. بص، نشدت الحق نشدة طويلة، أجبنعت وراء صح. نشدت الحق نشدة، لا ما تنفعش. نشدة الملهوف الأولى والثالثة. واحدة مما يلي ليس بها اسم مرة، يعني التلات جمل مرة واحدة برة كده. وقف الخطيب وقفة فعلا، دي صح مرة. كبر المصلي تكبيرة، دي مرة من غير الثلاثي. جلست على الأرض جلسة، دي مرة، لكن جلست جلسة، أيوة هي دي بقى، دي اللي هي، يبقى دي فعلا هي الإجابة الصح، لأنه كل مرة ما عدا يا ولد. برضو واحدة مما لي ليست مرة، يعني بص كل مرة ما عدا واحدة بس. لكل جواد كبوة فعلة، ايه معنى كلمة كبوة؟ وقع على وشه. ولكل جواد هفوة، عفوا، ولكل انسان زلة فعلة، ولكل عالم هفوة غلطة، يبقى دي مرة. يتجاوز العاقل عن الهفوة فعلة، لا ده دي مرة برضو. نظرت نظرة، دي مرة عادي فعلة. يبلغ المخلص درجات الأتقى بالإيمان، دي لا دي مصدر رباعي، يبقى فعلة 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 من الثلاثي، بس الجملة دي ما تنفعش لأنها مصدر رباعي. بعده دمعت عيناي من خشية الله، كتير من ولادي قالوا دي هيئة، ليه يا ابني؟ قال لي ما انت قلت الهيئة بيجي وراها مضاف لي، صح يا ابني بس وزن فعلة، لكن دي خشية عادي فعلة. لكن لو جاب بقى كلمة خشية بكلمك انا، خشية الخائف، خشية الرفيق قليلة الخ، لكن دي خشية فعلة، هذا عندنا اسم مرة. مشيت على المسرح مشية الواثق، ده مضافة بقى مشية، هل ده مصدر ميمي؟ لا صناعي، لا مرة هي الإجابة هي. تسعى مصر مسعا، المصدر الميمي، فاكر انت المصدر الميمي وزن مفعل أو مفعل بدون دلالة على مكان أو زمان. فتسعى مصر مسعى، يعني الطبيب بشامل، مسعى دي مصدر ميمي. إن الطالب يخرج للدرس، عاوزين من كلمة الفعل يخرج مصدر ميمي غير الجملة. أقول بقى إيه؟ أقول إن خروج الطالب، لا وزن المصدر الميمي مفعل ومفعل. إن إخراج، آسف، إن مخرج الطالب للدرس أمر حسن، أي إن مخرج، لأن اللي حضر معنا من أبنائنا قلنا المصدر الميم بيأتي من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل بدون دلالة على مكان أو زمن، زي إن موعد الحر دين عليه، يبقى إن مسعى الطالب للتفوق عظيم، إن مخرج إجابة سليمة بهذه السورة اللي معنا. كان منطلق مصر للتنمية مشرف، كان منطلق، هنا ما تنفعش مكان ولا زمان، ده أصلا كان انطلاق، ده مصدر ميمي بس من غير الثلاثي، كان منطلق أي كان انطلاق، زي كان مستخرج البترول مصدر قوة العرب أي كان استخراج، كان مصطاد السمك نافعا أي كان اصطياد، كان مصلى العصر رائعا أي كان صلاة. فدي كانت منطلق أي انطلاق، مصدر ميمي من غير الثلاثي.
أنتفي بالوعد شيء جميل. ده مثال جنة يا حبيبي في المصدر المي المصدر المؤول أن المضارع. بقول عند جعل الجملة تحتوي على مصدر ميمي وفى ده الأصل يا ولد، تبقى موفى. لما تضيفها تبقى موفاك هكذا. بص موفاك بالوعد أي وفاؤك بالوعد. توفية لا، بص توفية وفى توفية دي تفي من وفى. طب استيفاء من استوفى، توفى توفي. المثال ده محتاج تركيز. بص يا بابا وفى زي وعدة، ها زي سعى يبقى موفى زي موعد. لكن كلمة زي كلمة توفى من وفى ده الرباعي ولاد وبناتي ده توفية. استوفى وتوفى يبقى كان موفاك أي وفاؤك بالوعد أمر جميل. لا أحب الفردية ده من ضرب بعض المصدر الصناعي بتاع إيا. قلنا أي حاجة مصدر صناعي ها ما عدا نيجي نعت يبقى اسم منسوب. لا أحب الفردية ده صناعي، ليه؟ مش جاي نعت أبنائي. الألعاب النارية جي نعت يبقى هذا منسوب، أنت بتحدده بتنسب لكلمة نار. يبقى إذا جاء نعت لا يصح مصدرا صناعيا بل يصير صفة دل على نسب أو اسم منسوب. كانت الإجابة عندنا بهذه الصورة اسم منسوب. الحرية اسم وقع أول الكلام، يبقى هذا عندنا مصدر صناعي كما ترى أو شفتم أحبائي الشباب بهذه الصورة. كده حبيبنا كان ده الواجب اللي معانا على جزء النحو. هلا إن شاء الله بإذن الله نزلك PDF كامل واجب المحاضرة العشرة. اقرأ وتابع، الله يبارك فيك. مراجعة الواجب مهم جدا. دلوقتي يا حبيبي أخطر جزء بقى، عندنا التطبيقين بلاغة وعندنا نموذج نص متحرر هنطبق عليه كل نواتج التعلم. ننتقل الآن إلى جزء البلاغة. حبيبي وصلنا الآن إلى هذه النماذج البلاغية. بلغنا على هذا النحو أول قطعة الشاعر محمود سامي البارودي بيدينا مجموعة من النصائح والحكم. فيقول الشاعر محمود سامي البارودي اللي لقب برب السيف والقلم، بقول إني امرؤ كفني حلمي. الحلم التعقل والهدوء والصبر. كفني يعني جنبني الأخطاء وجنبني الخطأ. طول ما نهادي وراسي الخطأ بتاعي قل. تاني وأدبني كر الجديدين. خلي بالك انت طالب شاطر. كر الجديدين الليل والنهار، توالي الليل والنهار كناعة موصوف. بيقول ان تعاقب الأيام والليالي في الماضي والحاضر أدبتني وعلمتني الأدب. وياما الإنسان بيستفيد دروس وعبر من الأيام والليالي. ايه اول درس؟ ما وجدت على الأيام باقية أشهى وأحب إلى النفس من حرية العمل. أشهى شيء وأجمل شيء وأبقى شيء العمل الحر، إنك تعمل وتبقى عزيز النفس لا تسأل الناس، وإياك أن تكون عالة على أحد. يبقى الدرس الأول الذي تعلم أن أبقى شيء وأشهى شيء العمل الحر. شبه حث قال فانهض قوم بطل كسل سيب النوم، الكسل ده عدو. انهض الى صهوات الخيل او المجد معتليا، انهض واركب المجد. خلي امالك عظيمة ما تبقاش امال دنيئة. اصعد للقمة لان القاع قد امتلى. قم وانهض واعمل واشتغل ثم امتطي اركب صهوة المجد القمة. فالباز لم يأوي إلا عالي الجبل. الباز نوع من الطيور زي النسر كده، والخلي بالك خليك زي النسور عالي عظيم. ابحث عن القمم لأن الباز أي النسور لا تسكن إلا أعالي الجبال. فالشعر بيستحث فيك الشجاعة وبيستنهضك. والقوم انهض سيب الكسل اعمل. هتتكعبل لا مانع، هتقع مرة طريق المجد مش مفروش بالورود. ده كله عقبات، اتعب ووصل للمجد وخليك من العظماء زي النصور لا تسكن إلا أعالي الجبال. ثم يقول ولا تثق، تحذير. يبقى البيت اللي فات بيحثك على طلب المجد.
البيت ده تحذير، يحذرك أن تنخدع بالناس، يحذرك أن تخدع. يقول ولا تثق لا تطمئن بوداد قبل معرفة. اوعى تنخدع بالناس. حد يبتسم لك ابتسامة يبقى حبيبك، يقول لك كلمة حلوة حبيبي، لا، يبقى إياك أن تتعجل بالوداد والحب قبل أن تعرف الشخص. لازم تماشي الشخص مدة، تمشي معاه، تآكله، تشاربه حتى لا تنخدع به. ليه؟ فالكحل أشبه في العينين بالكحل. كلمة جميلة بيقول لك أنت سهل أوي تنخدع. حد يديك ابتسامة جميلة، كلمة جميلة، خلاص حبيبي وروحي. اوعى تنخدع بكلمة أو بنظرة أو ابتسامة. ليه؟ فالكحل أشبه في العينين بالكحل. إيه الكحل يا حبيبي؟ الكحل مسحوق يوضع على الأكفان يبرز جمال الفتاة، بس هذا بنسميه جمال صناعي. أما إيه الكحل بالفتح؟ الكحل سواد العين بالفطرة، بنسميه جمال رباني. المثال للتوضيح، ماشي، لا نقصد شيء، فتاة تراها كالبدر، اسمه جمال رباني، لا تحتاج إلى مساحيق أو إضافات تبرز جمالها، ده اسمه الجمال الطبيعي. ممكن حد تاني يضع مساحيق أو كما قلنا إضافات تبرز هذا الجمال، بس هذا جمال صناعي زي الزهرة الصناعية والزهرة الطبيعية. بقول لك خلي بالك، الكحل الصناعي يشبه هذا الكحل الإلهي، إياك أن تنخدع. فهذا الكحل الصناعي أقرب ما يكون للكحل الإلهي الجمال الرباني. بقول لك خلي بالك وانت بتعامل الناس، ما تتكعبلش وما تستعجلش، لا، اختبر الشخص مرة واثنين وثلاثة حتى لا تنخدع. واخشى النميمة، أمر في حث في نصح هكذا. واخشى النميمة، اوعى، خاف، مش تقرب، خاف منها. اوعى تقول النميمة، أن تمشي بين الناس تتناقل أخبار الناس، إياك. لبقى واعلم أن قائلها، قائل النميمة، يصليك من حرها نارا بلا شعل. إذا أنت مشيت مع إنسان نمام سيحرقك بهذا السلوك السيء، الناس يكرهوك وتبقى إنسان منبوذ. فتجنب النميمة وتجنب النمام، لأن هذا النمام نار يحرقك. ولذلك كان دايما الدين يعلمنا إنك تختار الصديق الطيب الصدوق. فكما قال النبي إن الصديق الصالح كبائع المسك، وصديق السوء كنافخ الكير الدخان، فبيحذرك من النميمة. تعال ناخد لمحة بلاغية سريعة. إني أسلوب مؤكد بإن المشددة. إن امرؤ كفني حلمي، هو مين اللي كفاه وجنبه المشاكل؟ مين اللي حافظ عليه وصانه؟ الحلم. فدي تبقى فاعل يا أولادي، بلاغة يا أولاد، والياء مفعول بمقدم يا أولاد، زي أكرمني الله، الله فاعل يا أولاد، قصر بتقديم المفعول به على الفاعل. وأدبني كر الجديدين، هو مين اللي أدبه؟ توالي الليل والنهار يا أولاد. فكر دي فاعل الأنسات والشباب الشاطرين، والياء مفعول بمقدم يا أولاد، أدي كمان قصر يا شباب، بتقديم المفعول به الضمير. والعطف للتنويع يا أولاد، بينوع الأسباب اللي علمته الأدب والجمال، الحلم والزمن، من ماض ومقتبلي. الماضي الزمن اللي انتهى، المقتبل الزمن اللي جاي. هذا طباق يوضح المعنى بالتضاد. لو طلبت من أبنائي وبناتي عايزين مصدر موسيقى في البيت الأول، أدبني مقتبلي. هذا تصريع، رد طالب متفوق، قال يا أستاذ فين التصريع؟ قلت لك ما هي مقتبلي أصلها بالليه كده، بس الكسرة مكان الياء. فكلمة هكذا اقرأ، أدب إني امرؤ كفني حلمي وأدبني كر الجديدين من ماض ومقتبلي، أدبني مقتبلي، بس يا الكسر يا أخوانا بتحل مكان هكذا الياء. فما وجدت على الأيام باقية، أي ما وجدت باقية، الشيء اللي باقي يا أولاد. هو رجل حكيم لك إيه الشيء اللي فاضل وباقي ليا الذي لا يزول؟ أشهى إلى النفس من حرية العمل. بلك الشيء اللي هيفضل لك حرية العمل، إنك تشتغل ومقاش عمل تقليدي، عمل حر، وإياك إنك أنت تكون عالة على الناس. فانهض، مين يقول لي من ولادنا الشاب انهض؟ أسلوب إنشائي، إيه نوعه؟
ما ينفعش النصح، الحث أقوى، لأن الشاعر غضبان انهض قوم. يبقى هذا أسلوب إنشائي. الغرض البلاغي حث إلى صهوات المجد، كلمة جميلة تفيدني. إيه معنى الصهوة؟ الظهر، صهوة الحصان فوق ظهر الحصان، ده الاستعارة، بيصور المجد زي الخيل زي الحصان. قوم نط كده واركب ظهر المجد وحط آمال عظيمة، اوعى تضع آمال ضعيفة هينة. معتليا اركب ظهر المجد. فالباز، الباز طائر جارح زي النسور، لم يأوي أن يستقر ويلجأ إلا عالي الجبل. خليك زي النسر مكانه القمم، اوعى تبص للقاع، القاع امتلأ خلاص، يلا ابحث على القمة. يبقى حث واستنهاض لطلب المجد وانك انت تكون في القمم. ولا تثق، اسلوب انشائي. النوع نهي يا اولاد مش امر، نهي كما قلنا غرض النصح يا شباب. ولا تثق، اسلوب انشائي، نوع نهي هكذا بوداد. الوداد يعني الود والمحبة قبل معرفة. اوعى تثق في حد على طول او تآمن لحد على طول، لا، اهدى موقف اتنين تلات اربع حتى يتبين الصدق من الكذب او يتبين الغدر من الوفاء. فالكحل تعليل، الكحل كما قلنا مسحوق بيتحط في العين. هذا المسحوق حضراتكم عندنا، شوف كيف وجاب قصادي. فالكحل اشبه في العينين بالكحل، الكحل اللي هو ان تسود الاجفان خلقة، جمال طبيعي. واحنا عاوزين طالب متميز هنا، مين يقول لي؟ الكحل، الكحل ده مصدر موسيقى جميل، مين يجيبه؟ أحسنت، هذا جناس ناقص. ليه؟ اختلاف في التشكيل. واخشى أمر للنصح والحث النميمة، واعلم كمان هو برضه إخوان نصح، أن قائلة يصليك، يصيبك، يشعل فيك النار، يصليك من حرها نارا، بيصور الحر بالنار بلا شعل. الغيبة تولع فيك مش شرط تكون نار باينة زي الشعلة، لا، الناس تكرهك، تبقى منبوذ. فالنمام مكروه، واللي بيمشي مع النمام مكروه. ليه يا اخوانا؟ لان الانسان السيء يلوث صاحبه. طب ما تيجي نشوف الصور كده مع بعض، مين يقدر معنا الصور يا ولادي؟ اما يتقال لك كفني حلمي، مين يجاوب؟ وادبني كر الجديدين، يلا درب كده لسانك، كفني حلمي. هو مين اللي كفه حماء؟ الحلم. يبقى دي اول استعاره مكنيه، صور الحلم، التاني والصبر بانسان يكف يحميه. ادبني كر الجديدين، ادي كمان استعاره مكنيه. ليه يا اولادي؟ صور كر الجديدين توالي الليل والنهار بانسان يؤدب. اوعى من دي، مهمه جدا حبايب الشباب. كر الجديدين ده كناع عن موصوف، خلي بالك من دي مشكله، دي كناع عن موصوف. سيبك من الاسئله دي بسيطه، درب نفسك. كناع عن موصوف مين يا شباب؟ الليل والنهار، يسميه عندنا هنا الجديدين. فما وجدت على الايام باقيه اشهى الى النفس من حريه العمل. فانهض الى صهوه المجد، استعاره قويه جدا. اللي بيصور المجد زي الحصان اللي ليه ظهر صهوه. فالباز لم يأوي إلا عالي الجبل. هنا بقى ليه رجاء مع كل الشباب، عاوزين طالب يكون طالب أستاذ. اللي قدام سيادتك ده تشبيه ضمني، الله، بيتفهم من السياق. التشبيه الضمني استخبي، أقول لك إزاي؟ ده مش تمثيل عشان مش عندي أداء، بيشبه حالة الإنسان اللي بينهض للمجد بحالة الباز الذي أو البازي الذي لا يأوي إلا على الجبل ضمني. فانهض إلى صهوة المجد معتليا. بص فالباز لم يأوي إلا على هكذا عالي الجبل ضمني. صور حالة الإنسان الذي ينهض ويمتطي صهوة المجد بحالة ذلك الباز الذي لا يأوي إلا على الجبل. القمة الفنية حث لطلب المجد، توضيح. ولا تثق بوداد قبل معرفة. ممكن حد يكون معنا كده، لا تثق بوداد، وقال استعارة مكنية. ليه يا دكتورة؟ قال لك استعارة مكنية، صور الوداد بإنسان لا يوثق به قبل المعرفة. اعتذر في اللفظ، فلان ده أنا لا أثق به. ولا تثق بوداد،
درب لسانك عشان تخلص البلاغة. حبيبي حبيبتي لا تثق بوداد. الوداد ده الود استعارة مكنية صور الوداد بإنسان لا يوثق به قبل المعرفة لكن تثق به بعد معرفته. فالكحل أشبه في العينين بالكحل. ده مثال تخلي بالك منه، احفظه صم كده، كناية على الانخداع، تنخدع. ليه؟ ممكن الجمال الصناعي يخدعك، وياما ناس كتيرة جدا جدا بتخدع بالجمال الصناعي، ولما ترى الجمال أو الخلقة الطبيعية تتصدم. فده مثال الكحل أشبه في العينين بالكحل، والكحل السواد الرباني الجميل. واخشى النميمة في طلبة شطرة، ممكن واخشى أن يقول لك استعارة مكنية لصور النميمة بإنسان نخشاه. واعلم أن قائلها يصليك من حرها نار، أدي المشبه هكذا، أدي المشبه به. بص يا باشا، حرها نار بيشبه الحر بتاع النميمة زي النار بلا شعل، يعني مش هيولع فيك نار ظاهرة، لا في نار تانية، نار معنوية، كراهية الناس نار تقتلك، تبقى أنت إنسان منبوذ نار تقتلك. فتشبيه بيشبه كما قلنا حرها كالنار. بص الكلمة يصليك من حرها نارا، صور حر الغيب والنميمة كأنه النار. تعال نشوف الأسئلة كده بسرعة، لو كان في تعديل لسؤال بننبه عليه إخواننا وبننزل لك الواجب المعتاد إن شاء الله. كفني حلمي، كفني حلمي أسلوب قصر، قلنا يا أولادي هذا بتقديم من؟ المفعول به. كفني الياء مفعول به مقدم، حلمي عندنا فاعل مؤخر. السؤال الثاني سريعا، العطف أدبني وكفني. احنا كنا قلنا لو المعنى واحد توكيد، هو طبعا أدبه وكفه، كفه هنا معنى حموصن، أدبوا علموا الأخلاق، فبينوع دروس الزمن ما بين حماية الله وبين تأديب، فبنسميها تنويع. السؤال طبعا عدلناه، نخلي بالنا يا أخوانا، ماض ومقتبل هذا الطبق، انهض أسلوب إنشائي نوعه أمر الغرض، الدعاء لا، التمني لا، الرجاء لا، الحث للحث أقوى، قلنا علشان عاطفة الشعر ثائرة. لكن لو الدنيا حلوة قلنا نصح. فالكحل أشبه في العينين بالكحل، تعليل بيعلل بقولك اوعى تثق بوداد قبل معرفة، لأن انت ممكن تخدع بالكحل الصناعي وتظنه كحلا طبيعيا، فبيعلل. بعده مصدر الموسيقى في الكحل والكحل، انت أستاذ شطر وانت أستاذ جناس النقص، اختلاف التشكيل ولادي وبناتي. بعده جميلة أو دي عدت علينا، الجدع يجيبها، يصليك حرها نارا شعل، فيها محسن بديع، الطالب المتميز يجيبها قبل ما نقول كده، يصليك والحر والنار والشعل. أحسنت، مراعاة نظير. الله، إيه مراعاة النظير؟ كلمات بينها ارتباط، تمه يصلي جاء من النار، يصليك النار والنار لها حر وهي النار والشعلة، فكله بيتكلم في إطار النار والحر واللهيب، بهذا مراعاة نظير. يصليك بتأكد معنى النمام، بتأكد معنى التنفير من النميمة، اوعى النميمة، تجنب النميمة، كراهية النميمة. طبعا كل ما سبق المعنى واحد. ده البارودي بقى، ده الأستاذ الكبير الأب بتاعهم بيقول لك هو تحققت هنا خصائص الإحياء والبعث، يلا يا أولاد بقى نجيب مين؟ الأدب دخله في البلاغة. والله قال تصريع المطلع، الوزن الواحد والقافية الواحدة، اهتم بالناحية البيانية، جلال الصياغة وروعة البيان، حلاوة الموسيقى، الاتيان بالحكمة خلال الشعر. الدنيا قدامك وهتنزل لك إن شاء الله. نموذج جميل جدا الشعر بيقول قال الشاعر على لسان الشهيد. طبعا انت عارف الإنسان الشهيد ده له تركيبة تانية، مش إنسان عادي. الإنسان العادي يخاف على روحه ويخاف إن ينجرح. الإنسان الشهيد قدامه هدفين، يا إما النصر يا إما الشهادة، وبيفضل الشهادة على الجنة، على العفو عن النصر. فالشهيد له تركيبة تانية، له قلب تاني، عقل تاني، دم تاني، لأن معنى الشهادة عظيم. فيقول الشاعر سأحمل روحي على راحتي. الشهيد ده شايل راسه على إيده، يعني يضحي بنفسه في أي وقت. قال سأحمل، لا استنى، والسين دي تحدي استقبال، وجفاء لمضارع للتجدد والاستمرار، هشيل هكذا راسي على كفي وألقي بها في مهاوي الردع، ألقي بنفسي في مهاوي الهلاك. وخلي بالك الشهيد لا يهلك، الشهيد حي.
بس عنده تضحية، فقال سأحمل روحي على كفي وألقي بها في مهالك الردى، فإما تخير، إما حياة تسر الصديق، إما إننا نعيش حياة طيبة يسعد بها الناس، وإما ممات يغيظ العدى. هو إيه الممات اللي بيغيظ العدى؟ إنك أنت تموت شهيد، لأنك في الجنة الشهيد وفي النار. فقال إما حياة تسعد الناس، وإما ممات عظيم يشرف أن أكون شهيد. ونفس الشريف لها غايتان، الشهيد لغايتين، ورود المنايا يخش يموت شهيد يرد الموت، ونيل المنى النصر. ما هو ده شعار الجماعة بتقول القتال والحرب والشهداء، يا إما النصر يا إما الشهادة. وما العيش؟ الله بيت جميل جدا، نفي، بيرفض العيش، بيرفض الحياة. وما العيش؟ لا عيش. وما العيش؟ لا عشت، بيأكد ده اسمه أسلوب خبري في اللفظ إن شايف المعنى، لا عشت، يدعو على نفسي بالموت، لا عاش فلان، لا هداه الله، لا رحمك الله، لا عشت، إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. بقول العيش حرام علي، ما استحقش الحياة، ده نموت. لو كان وطني ده، خلي بالك ضعيف، لازم يكون وطني مخوف الجناب، محدش يقرب منه، وطني خوف الدنيا يرعب الناس. فإذا بص الكلمة، الموت أحق لي إذا كان وطني هذا ضعيف. قال وما العيش إن لم أكن مخوف الجناب، لازم الكل يخافني، حرام الحمى، محدش يقرب من وطني، الحمى يعني الوطن. يبقى الشهيد يرفض الحياة إذا كان الوطن مستباح. فقال حياتي فداء لوطني، فلا أعيش أبدا إذا لم يكن وطني تهابه الدنيا. يقول بقلبي سأرمي وجوه العدا، قلبه ده مش قلب عادي، قلبه ده عبارة عن ذخيرة رصاص، أي سأرمي الأعداء بقلبي. ليه؟ فقلبي تعليل جميل قوي، فقلبي حديد، قلبي مش من لحم ودم، قلبي حديد، وناري لظى، ناري تحرق الأعداء. العاطفة رائعة، فيها معنى التضحية، فيها معنى الفداء، والألفاظ بيأكد هذا الكلام. تعال نشوف مع بعض كده بعض الجماليات. سأحمل روحي، احنا عاوزين طالب متفوق، سأحمل روحي، ايه نوع الصورة اللي فيها ولادي؟ استعارة مكنية، قول معايا كده يلا، صور الروح بشيء مادي يحمل، تقسيم، تحب التضحية او الفداء، على راحته. لا احنا عايزين طالب متميز. ما الجمال في راحتي؟ احسنت، مجاز مرسل للجزئية. ليه يا دكاترة؟ ما هي الراحة جزء من الايد، صح، انا شايل قلب في ايدي، فذكر الراحة واراد اليد، صورة بيانية مهمة جدا، مجاز مرسل للجزئية. وألقي مضارع يفيد التجدد والاستمرار، بها في مهاوي، اسم مكان يا ولد مهوى. الردى بمعنى الهلاك، هكذا، والموت هلاك. إذن أنا سأرمي بروحي في مهوى الهلاك، يعني أدخل المعارك وأموت شهيدا. فإما تخير حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدى. البيت ده روعة. فإما حياة، أنا عاوز حد شاطر من ولادنا الشطار كده يا إخوانا، إما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. عاوز حد شاطر، البيت ده فيه محسنين بديعيين، اعتبر بلغة بنتدرب عليها، في اتنين، مين يجيبهم؟ أحسنت، برافو عليك. أول حاجة فيه حسن التقسيم، الله، إزاي؟ شوف كده، بص، إما حياة إما ممات، تسر الصديق يغيظ العدا. لا وفيها ايه بقى تانية؟ ها قول انت بقى، مقابلة، يا راجل اهو، ما هو دي حياة عكس ممات، تسر تغيظ الصديق العدا. اذا اجتمع فيها اثنين محسن بديع، فيها عندك المقابلة وفيها حسن التقسيم. طيب احنا عاوزين حد يكون شاطر، حياة تسر، برافو عليك، استعار بيشبه الحياة بانسان يسر ويسعد، معلش يلا درب لسانك، بيصور الحياة بإنسان يسر ويسعد. ممات يغيظ العدا، استعارة بيشبه الممات بإنسان يغيظ، الموت بيغيظ الأعداء، لأن شهادة الجماعة هم الشهداء عظيمة، فكلمة ممات يغيظ هذه استعارة. نفس الشريف لها غايتان، كلكم عارفين طبعا هذا البيت، غايتان ده بنسميه إجمال أبنائي، ورود المنايا نيل المنى تفصيل بعد إجمال، ده العلاقة يا أولاد. ليه؟ زي بني الإسلام على خمس، ده مثنى يا أولاد يا بنات، ورود المنايا ونيل المنى شرح،
تفصيل بعد إجمال. ورود المنايا استعارة جميلة، أنا بارد الموت. عارفين تبير المية؟ أنا بارد الماء أشرب. استعارة مكنية بيشبه المناة بماء يورد. عارفين تزمال في الصحراء لما كانت الإبل الجمال عطشانة تجري على البركة البحيرة وتشرب. ورود المنايا الجمع للكثرة، استعارة بيشبه المناة بمورد الماء، بماء ترده أو ترد يرده الشهداء. ورود المنايا نيل المنى استعارة مكنية بيشبه المنى، هكذا بشيء مادي ينال. وكلمة المنى مفردها منية، ما هيش منية، لا يا أبنائي يا بناتي منية، إنما الموت منية. وما العيش استفهام للنفي، بينفي العيش وبينفي الحياة. بقولك أنا بنفي العيش لو وطني ضعيف. وما العيش أي لا عيش إذا لم أكن مخوف الجناب، فينفي تماما تماما الحياة والعيش إذا لم يكن وطنه عزيز. لا، وطني ده مهزوم يبقى الموت أفضل لي. البيت ده مهم جدا قبل الأخير. بيقول بقى بص كده، وما العيش إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. بقول إيه وما العيش ده؟ استفهام للنفي، بينفي الحياة، بيقول أنا الموت أحق وأولى بي، حرام علي الحياة إن لم أكن مخوف الجناب. يبقى الموت أفضل لي إذا كان الوطن بتاعي مستباح أو إذا كان وطن مستعمر، فبينفي. وما العيش لا عيش. طيب لا عشت، استنى بقى دي واحدة، هنا في مشكلة كبيرة. يا ترى إيه المشكلة اللي معنا حبايبي وإخواننا الشاب كده؟ المشكلة هي بقول كلمة لا عشت فيها حاجتين في بعض. الله يبارك في ابن وبنتي، هذا إطناب بالاعتراض 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 يفيد الدعاء. زي ما قلت إيه؟ قال علي رضي الله عنه، الله إيه الدعاء؟ أيوة يا دكتورة، خدنا في البلاغة اللي شغال والمراجعة القوية اللي شغال وقتي، قلنا في حاجة اسمها أسلوب خبري في اللفظ إنشاء في المعنى للدعاء، ومنها الماضي المنفي زي لا هداه الله، لا وفقه الله، لا رحمت، لا بورك في بول، لا عشت. خليكي شطر يا بنت. يبقى لو أنا قلت لك الإطناب قل إطناب بالاعتراض يفيد الدعاء، لكن الله يعزك لو أنا طلعت كلمة لا عشت الوحدة أو أسلوب خبري في اللفظ إن شاء في المعنى للدعاء. يا ريت الواجب السمع باهتمام، ده مش واجب ده شرح. إن لم أكن مخوف الجناب، مخوف من خاف، من الخوف اسم مفعول، مخوف الجناب كناء عن الهيبة، حرام الحمى كناء عن الهيبة، وهذا إطناب بالترادف. كنا بننبه ولدنا في الإجابات وزبطنا لك كل حاجة، المعنى واحد يا أولاد، المعنى إطناب بالترادف، مخوف الجناب، الكل يخاف، حرام الحمى، الحمى يعني الوطن، يعني أرض محرمة على الأعادي، ها اسمه حرم، حتة ما تجيش ناحيتها. قول كده أنا أموت أفضل لي لو حد يقرب من وطن، فالموت أحق بي. بقلبي سأرمي وجوه العدا، احنا عاوزين طالب متمازي يقول لي وجوه إيه الجمال اللي فيها. أحسنت، مجاز مرسل للجزئية، الشرح ده أفضل من أسئلة، بمرس عيني وداني، عبر بالوجه وأرد مين؟ الأعداء، وجوه الأعداء، فهذا مجاز للجزئية. فقلبي حديد تعليل بيعلل، بقولهم قلبي ده مش عادي، أنا قلبي حديد، ده تشبيه الله يعزك ابن وبنت المشبه، قلبي حديد ده المشبه بي يا ولادي. البلاغة مشيت مع ناس كتير قوي أهو، فقلبي حديد، القلب شيء مادي والحديد مادي، توضيح، تحبي الشجاعة والبأس والقوة والصلابة. وناري لظى، ناري لظى تشبيه، النار دي يا اخوانا زي اللهب، هذا معنى تشبيه، ناري لظى، فتبقى قدام سيادتك الكلمة بهذه الصورة، هذا تشبيه، حيث شبه النار كأنها اللظى اللهب. وممكن ناري ولظى مراعاة نظير عادي جدا، فطبعا دايما عندنا النار لها لظى. طيب حبايبنا تعالوا نبص مع بعض كده على الأسئلة سريعا، هنشوف كده مع بعض. أول سؤال، الردى الضياع الهلاك الفرار الخبيث، الردى على طول معنى الهلاك والفناء. بعده حبايبنا، راحتي نوع الصورة كناية لا، تشبيه لا، استعارة لا، هذا مجاز مرسل للجزئية. المحسن في البيت الثاني، فإما حياة اللواء، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. تصريع لا، ده التصريع بيكون في أول بيت. طب حسن التقسيم بس نكمل، ولا مقابل بس، ولا التانية والتالتة؟ قلنا التانية والتالتة. ورود المنايا ونيل المنى، تفصيل بعد إجمال، هو الإبا، قال ونفس الشريف لها غايتان، إبا غايتين،
أم شارح تفصيل بعد إجمال. وما العيش بينفي، مش بيتعجب، ده بينفي الحياة. مهم يقول لك أنا العيش علي حرام، وما العيش لا عيش. معنى كده هل أرغب في العيش؟ كلا، لو كان وطني هذا ضعيف. بعده لا عشت، خبر في اللفظ إن شاء في المعنى للدعاء. مخوف الجناب حرام الحمى، ده مش إطناب بالتكرار والعطف العام الخاص، لا، احنا نصلح مع الشباب، هذا إطناب بالترادف هكذا، لأن المعنى واحد. فقلبي حديد وناري لضى، تعليل، أي لأن قلبي حديد ولأن ناري لضى. حبيبنا معانا أربع أبيات، نص متحرر على أدب الاتجاه الوجداني للشاعر خليل مطران رائد هذا الاتجاه. يقول الشاعر في قصيدة: الحب روح أنت معناه، فلا بتقال للحبيب. الراجل بيكلم حبيبته، جمع ليها كل ألوان الحسن والجمال، اسمه الجمال المعنوي جمال الروح، وجمال المبنى جمال الجسد. يقول الحب روح حياة أنت معناه، ده بنسميه الجمال المعنوي. يبقى هذا الحبيب اشتمل واحتوى على جمال الروح، فإذا كان الحب روح فلقد تجسدت فيك كل معاني الحب، ده اسمه جمال الروح. والحسن لفظ، لفظ أي كلمة. طيب أنت مبنى، الحسن لفظ، الحسن كلمة، أنت مبنى، ده بيسموه جمال الجسد. يبقى حبيبتي اللي معايا دي جمعت جمال الروح وجمال الجسد، فلقد تجسد في حبيبتي كل ألوان الجسد أو جمال الجسد، حيث العين والشعر والقوام، فجمع للمحبوبة كل ألوان الجمال، جمال الروح وجمال المبنى الجسد. والأنس عهد، عهد لها معنى كتير، قد تكون بمعنى وعد أو المعهود أو الزمن. قال والأنس زمن أنت جنته، تخيل، يعني يا حبيبتي هكذا زمنك عمرك جنة، فزمنك زمن الأنس والراح، فالأنس زمن أنت جنة، فأنت أو أنت جنة هذا الزمان. واللفظ روى، الألفاظ كأنها الرياض، أنت مغناة. بقول حبيبتي اللي معايا دي أنس جميل وجنة رائعة، وحبيبتي حبيبتي مغناة، المغناة اللي هي الحديقة الغناء، والحديقة مليئة بالخضرة والجمال والرياحين، فحبيبته كل شيء جميل، عندها الحب أو بنسميه جمال المعنى وجمال المبنى، هي أنس الزمان وهي حديقة غناء اجتمع فيها كل ألوان الجمال. يتزلل ويستعطف ويقول لحبيبه ارحم فؤادا في هواك، ارحم هذا القلب، غدا أصبح مضنا مريض، وفي رواية تانية مضنة، وعند كلمة مضنا أو مضنة مريض يعني متألم بسبب هذا الحب. أصبح وغضى مضنا وحماه حميا، يعني هذا القلب الكسير الحزين المريض أصابته الحمى، حمى الحب، وهي حمى شديدة، لأن جرح المشاعر يلهب ويؤلم. ثم قال تمت برؤيتك المنى، يعني أعظم أمنية في الدنيا إن أشوفك، ولما شفتك كأني في حلم جميل أنا رأيت وانتهى. شوف مدى الشوق إلى الحبيبة. يقول تمت برؤيتك المنى، أي كل أمنية تمنيتها في الدنيا قد انتهت حين رأيتك أيها الحبيب. وحكت ماذا؟ حلما تمتعنا برؤياه، يعني هذا الحبيب حينما رأى كأنه رأى حلما جميلا تمنى الشاعر أن يرى. يا طيب عيني حين آنسه، طابت عيني حين آنست الحبيب واقتربت من الحبيب، هكذا. ويا سعد قلبي حين ناجى، ويا سعادة قلبي حين ناجيت الحبيب وكلمته. يقول طابت عيني حين أتنست به،
وارتاح قلبي حين ناجيته وكلمته. أظن إخواننا وتنبلهم الاتجاه الوجداني بين قوي، التجربة ذاتية وبيتكلم عن مشاعر الحب الخاصة، خلي بال سيادتك، وبعدين خلي بالك من أخطر حاجة الامتزاج بالطبيعة، وتخلي بالكم الأدب إن الألفاظ أصبحت لها إيحاءات ودلالات جديدة. تعم أقول لك الأشد من كده، الصورة قامت على مفهوم فني حديث استفاد من كل النظريات في الأدب واللغة والفن والموسيقى، فالأبيات الأربعة تترجم خصائص الاتجاه الوجداني، حيث ذاتية التجربة، التعبير عن المشاعر الخاصة، برضو الإحساس بمشاعر الألم أحيانا، الوحدة الفنية، القصيدة مترابطة متماسكة، برضو وتنسى التزام الوزن الواحد والقافية الواحدة، لأن خليل مطران خطوة انتقالية بين القديم وبين الجديد. يلا، الحب روح أنت معنا. ممكن إذا سمحت قبل الأسئلة نبص بسرعة على الجماليات، أقول لك الحب روح، بالمناسبة النص كله تشبيه وحسن تقسيم، الحب مشبه والروح مشبه به، فهذا تشبيه بليغ. اتدرب كده معايا، عايز بقى أتكلم معك شوية. الله يخليك، الحب شيء معنوي والروح شيء معنوي، ومعنوي بمعنوي سر الجمال توضيح. أنت معناه، أنت الحبيب، المعنى مشبه به، فهذا قدام سيادتك تشبيه بليغ. مصدر الموسيقى حسن التقسيم بين أوي، الحب روح أنت معناه، والحسن الجمال المضاد القبح، لفظ أدى المشبه، أدى المشبه به، فهذا تشبيه وهذا تشبيه بليغ. أنت مبنى تشبيه المشبه، الحبيبة بيشبهه بالمبنى، فهذا تشبيه. هنا ملاحظة مهمة قوي، خلي بالك، يبقى كله تشبيهات، استنى، وحسن التقسيم ثم التصريع أهو، ودي من سمات الشعر القديم، لأن خليل مطران خطوة انتقالية. إذا لو انطلب من سيادتك أين مصدر الموسيقى في البيت الأول، حاجتين يا أولادي، حسن التقسيم والتصريع. والأنس عهد، الأنس الطمأنينة عكس الوحشة، عهد لها معاني كثيرة، أقرب هنا معناها زمن، بشبه الأنس كأنه زمن، أنت جنته المشبه، المشبه به، فده بنسميه قدام سيادتك برضو تشبيه بليغ، زائد حسن التقسيم يا أولادي. واللفظ هكذا روض، المشبه اللفظ بيشبهه بالروض، بالحدائق يا أولاد. أنت مغنى، المغنى المكان الأخضر إلى الحدائق، فبيشبه حبيبه أو حبيبته بالمغنى، فكل هذا تشبيه وحسن التقسيم. في إضافة أتمنى من ولادنا يخلي بالهم منها، مراعاة النظير قوية جدا، كلمة معنى وكلمة لفظ دي مشهورة في العربي، اللفظ والمعنى مراعاة نظير، لأن كل لفظ ليه معنى، مرتبطين ببعض. بعده يقول رجل ارحم فؤادا، أمر في معنى التمني وفي معنى الرجاء والالتماس. بنت شطرة قالت استعارة مكنية الصورة البيانية، ممتازة يا دكتورة، صور القلب بإنسان يحتاج إلى الرحمة، ارحم. فؤادا في هواك غضى هكذا مضنا أو مضنا في روايتين، وحماه حميا. أما كلمة غضى مضنا أو مضنا، عاوز الكناية عن شدة التعب والألم المرض يعني، ماشي. حماه حميا كناية عن شدة الألم والتعب، الإجابة عندي سليمة. وده الاستعارة، صور القلب بإنسان مريض، هي مشيها لك يا ابني، صور القلب بإنسان أصابته الحمى، كل ده صح، بس يهمني شيء إن دي بتدل على أهم معنى من معاني الاتجاه الوجداني، التعبير عن مشاعر الخاصة، وبرضو التعبير عن نزعة الألم والحزن إلى غير ذلك. ثم الطبيعة في كلمة زي كلمة الروض وكلمة المغنى كما ترى والجنة. تمت برؤيتك المنى، والمنى المفرد فيها منيا، فحكت هكذا يعني بقت شبه، يحاكي يشابه، حكت حلما، استنى بقى، حكت حلما يحاكي يشابه، فهذا تشبيه بيشبه المنى، بقت عاملة زي من بالأمن زي الحلم المشبه به. هكذا
تمتعنا برؤيا يا طيب عيني هكذا حين آنسها نداء، هكذا في معنى السعادة والبهجة والفرح. يا طيب عيني حين آنسها، يا سعد قلبي حين ناجاه، يعني طابت عيني وسعدت لما أنست المحبوب، وسعد القلب حين ناجيته. شوف كده سيادتك الأسئلة معنا، معنى كلمة مضنا أو مضنا حسب اختلاف الرواية، سعيد لا، عزيز لا، مدلل لا، المضن أو المضنا إنما المريض. بعده حبيبنا، ارحم فؤاد، نصح بعيدة، حث بعيدة، تعظيم بعيدة، ده تمني أو رجاء أو التماس، أي واحدة من دول صائبة. بعده اللون البديع في اللفظ والمعنى، مراعاة نظير، كتير من ولادنا يقول مراعاة نظير، يعني حاجتين بينهم علاقة، أي لفظ أنت بتقوله له معنى ففي بينهم ترابط اسم مراعاة النظير. طيب بعده الحب روح، تشبيه، الحب كالروح بليغ. ما علاقة أنت مبنى عظيم؟ هنا تعليل، لو احنا جينا رجعنا بس كده بالراحة، أدي الأبيات الحب روح، ليه؟ لأنك معنى يعلل، فالحب روح، لماذا؟ لأنك معنى، وبيكمل الكلام هكذا. حبيبنا معنا أسئلة مهمة جدا جدا، ده بنسميه تعليق النص بتاع المساء يفيدنا، وأدب الاتجاه الوجداني. التيار الوجداني بدأ في القصيدة، اختر، يعني هنا ركز كويس أو في الأبيات دي، هل صور مشاعر الحب الخاصة زي الحب وارحم فؤادي؟ هل كان في تفاؤل أو إقبال على الحياة؟ هل في نزعة روحية دينية؟ هل في الاهتمام بمشاكل الناس؟ لا، الإجابة صور مشاعر الحب الخاصة. وبإذن الله بننبه الناس نخلي بالنا من نص المقرر في التعليم، بإذن ربنا لما أديك المساء حفظك التعليم، مهم جدا جدا. طيب واحدة فقط من خصائص مطران، واحدة بس، يبقى في ثلاثة برة، واحدة بس الناس اللي حافظ الأدب. شعر تراثي لا، تتعدد في الأفكار لا، عصري عصري وأفتخر أنه عصري. من خصائص الرومانتيكية، سؤال بقى عن بقى عندي، خلي بالك من خصائص مين؟ الرومانتيكية. الوحدة الفنية الذاتية أيوة، الامتزاج بالطبيعة أيوة، الاتجاه الخيال أيوة، الصورة الكلية، صوت لون حركة اللي خدناه، صوت لون الحركة اللي فاكر النص أيوة، يبقى الإجابة كل ما سبق. كان ده يا حبيبي آخر سؤال معانا في الواجب. حبيبي ربنا يبارك فيكم، نتجدعا ونشد حنا، خاصة طبعا بعد، خلي بالكم ما أقر القصة وهم يعني خلاص في الاتجاه ده، إن قصة الأيام هتبقى ترجع من تاني وعليها أربع درجات، وقصة الأيام مزعجة جدا، يعني من بين السطور أسئلة كتير، فبنرجو أخواننا ربنا يحفظكم جميعا نخلي بالنا من موضوع الوقت، والواجب إن شاء الله بإذن الله يفيدك. ما ننساش ان هذا الاسبوع مراجعة النحو والبلاغة والادب مهمة جدا، اللي هو شوية يعني ما شافهاش يحاول يشوفها باذن الله تفيده. حبيبي الى ان نلتقي في حل واجب اخر، ادعو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفيق، الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.